انهماكها بإعداد موازنة 2025 المثقلة بالأعباء العسكرية، تشن إسرائيل عدوانها على لبنان، فتختلف التقديرات بشأن التكاليف الإضافية وتمويلها. تقارير عبرية نقلت عن حكومة الاحتلال تقديرها لكلفة الحرب على لبنان بين 6 مليارات و28 مليار دولار، وتتجه موازنة العام المقبل إلى اتخاذ تدابير تفضي إلى فرض ضرائب على البنوك لتقليص أثر هذه الفاتورة. يعود البون الشاسع في تقدير تكاليف الحرب إلى عدم اتضاح الرؤية بشأن طول أمدها المتوقع وطابع العمليات الحربية التي ستشنها دولة الاحتلال. في هذا الإطار يقترح وزير مالية الاحتلال بتسلائيل موسموتريتش فرض ضرائب على البنوك للإسهام في تغطية هذه الفواتير، بعدما تسببت الحرب على غزة في اتساع العجز إلى 7.3% من الناتج المحلي. وسط هذه الأجواء، فإن السيناريو الحالي سيقود الاحتلال إلى تجاوز إطار الميزانية وتخصيص نحو 5 مليارات دولار لتغطية نفقات الحرب من دون الأخذ بالاعتبار متطلبات توسيع العدوان على لبنان. وتنقل صحيفة جلوبس العبرية عن وزارة مالية الاحتلال أنها تفترض الحصول على مساعدات أمريكية بنحو 9 مليارات دولار لتغطية نفقات الحرب حتى نهاية العام الحالي، يضاف إليها 5.2 مليارات لتمويل الدفاع الجوي. توسع إسرائيل رقعة حروبها من دون أن يساورها القلق بشأن الفواتير التي تتكفل الضرائب بجزء منها والمساعدات الأمريكية بجزء آخر، ولا ضير أبداً بارتفاع العجز والدين.